من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين الحديث في ابطال الرؤية وان الله سبحانه وتعالى اجل واعلى من ان يرى بالبصر وبالعين في الدنيا وفي الاخره وقد ذكرنا في البحوث الماضيه مجموعه من الاحاديث الشريفه التي قالها الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام مستندين في ذلك الى القران الكريم والى الادله العقليه وغيرها وقد جمع هذه الاحاديث الكوليني رضوان الله تعالى عليه في باب في ابطال الرؤيه الحديث السابع من الاحاديث التي رواها الكوليني هذا الحديث يتضمن استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام بدليل إلزامي، بإلزام الخصم، لأنه طرق الجدال بالتي هي أحسن مختلفة، مرة تذكر الدليل العقلي التي الذي يقبله كل عاقل وتارة تذكر الدليل النقلي من القرآن ومن الحديث الشريف المتفق عليه مما يقبله يقبله الخصم وتارة أخرى تلزم الخصم بما يعتقد مثلا أنت قد تناقش يهودي أو تناقش نصرانيا فأنت قد تستدل له بالتوراة وبالإنجيل لا لأنك تعتقد بصحة ما في التوراة وما في الإنجيل بل نحن نعتقد أن التوراة والإنجيل الحاليتين محرفتين وانما التوراه والانجيل الاصليتين لم يصلا بيدنا وانما هما من مواريث الانبياء والان هما بيد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الجافر الابيض كما دلت عليه الروايات ولعلنا سنذكر هذا الامر في المستقبل لكن هذه التوراه والانجيل الموجوده حاليا في ايدينا هذه مما كتبته ايدي بعض الاحبار والرهبان وزادوا في التوراه الاصليه والانجيل الاصليه ونقصوا فيها لكن حينما تستدل لهذا النصراني او لهذا اليهودي بالتوراه والانجيل لا لانك تعتقد ان التوراه والانجيل صحيحين وتستدل بهما وانما تريد الزام الخصم بما يعتقد به وكذلك نحن الان مثلا قد نناظر بعض العامه هو ياتي بحديث مثلا من الكافي او من البحار ونحن نأتي مثلا بحديث من البخاري او من مسلم او من غيرهما من كتبهم، هذا ليس بمعنى انه يعتقد بما في كتبنا او نحن نعتقد بما في كتبه، وانما المراد منه الزام الطرف المقابل بما يعتقد به، وهذا اسلوب عقلائي وعقلي واستعمله الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام وسيره العقلاء ايضا جاريه على ذلك لا انه يثبت عقيده نفسه بما يعتقد بطلانه كلا وانما يلزم الخصم بما يعتقد به الخصم لاثبات مطلب حق يعتقد به الحديث السابع في باب ابطال الرؤيا يصب في هذا الاتجاه، ان العامة الذين يعتقدون بان الله سبحانه وتعالى يرى في الاخرة، وبعض الحشوية منهم يعتقدون انه رؤية في الدنيا، رآه رسول الله صلى الله عليه واله في المعراج، فهنا ناتي ونلزمهم بما يعتقدون نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والارض كما دلت عليه الايات الشريفه وهم لا يؤولون هذه الايات وانما يحملونها على معناها الحقيقي نقول لا باس هل نور مخلوقات الله سبحانه وتعالى اعظم من نور الله كلا نور الله هو اعظم من نور مخلوقاته فهذه الشمس ونور الشمس ليس اقوى الانوار في العالم في المخلوقات بل العلم الحديث اثبت ان هناك نجوم اكثر نورا وضياء من الشمس بمرات كثيره بحيث ان نور الشمس مقابل نور تلك النجوم قليل جدا. الامام عليه الصلاه والسلام يقول: هل هؤلاء يتمكنون من النظر الى نور الشمس يملا اعينهم؟ كلا الانسان اذا فتح عينيه امام الشمس لدقيقة واحدة او لدقيقتين يصاب بالعمى. زين هناك مخلوقات نورها اضعاف كثيرة فإذا لم يتمكنوا من ان يملأوا اعينهم من نور الشمس يتمكنون من ان يملأوا اعينهم من نور سائر المخلوقات العظيمة التي هي انور من الشمس. كلا فإذا لم يتمكنوا من رؤية نور المخلوقات فهل هم يتمكنون من النظر الى الله سبحانه وتعالى ومن رؤيته وهو نور الانوار وهو نور السماوات والارض؟ هذا دليل الزامي واحتجاج على الطرف المقابل بما يعتقد والا فان عدم امكان رؤيه الله سبحانه وتعالى بسبب ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ليس في مكان لا معنى باصطدام النور بالله سبحانه وتعالى ليرجع إلى أبصارنا لنراه كما ذكرناه في الجلسة الماضية لكن هذه طريقة استدلال جدلية جدال بالتي هي أحسن لإلزامهم بما يعتقدون إذا أنت لا تتمكن من رؤية مخلوقات الله سبحانه وتعالى منوره فكيف يمكنك ان تنظر الى نور الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث السابع عاصم بن حميد وهو من ثقات الاصحاب يقول ذاكرت ابا عبد الله الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فيما يروون من الرؤيا، الروايات الموضوعه التي نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه واله. لأن الله يرى فقال في الجواب الجدلي بالجدال بالتي هي أحسن الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي أعظم من الشمس ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش لان العرش يحتوي على الكرسي وعلى غير الكرسي الكرسي يحيط بالموجودات والعرش يحيط بالكرسي ونور العرش سبعون ضعفا من نور الكرسي يعني نور العرش حوالي أربعة آلاف وتسعمائة مرة أكثر من نور الشمس ثم بعد ذلك يقول والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب لأن الحجاب كما في أحاديث أخرى هذا الحجاب هو جسم لطيف نوري الله سبحانه وتعالى خلقه هذا الحجاب نوره سبعين ضعفا من نور العرش يعني بمعنى انه اكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف ضعف من نور الشمس والحجاب جزء من سبعين جزءا من نور الستر يعني حوالي 24 مليون مره اكثر من نور الشمس وهكذا طبعا كلمه سبعين تستعمل في القران وفي الاحاديث وفي العرف العام بمعنى الكثره قد يراد بها العدد المخصوص وقد يراد بها الكثره كقوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ليس المراد أنه إذا استغفر لهم واحد وسبعين مرة الله يغفر لهم بل المراد أنه إذا أكثرت من الاستغفار ونحن الآن في العرف العام أيضا إذا أردنا المبالغة في شيء وتكثير الشيء نقول أنا قلته سبعين مرة فعلته سبعين مرة هذا يراد به التكثير فالحاصل أن هناك موجودات خلقها الله سبحانه وتعالى ملايين المرات نورها اكثر من نور الشمس، فإن كانوا صادقين فيما رووه، وأن هذه الروايات ليست موضوعة، فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب، يعني الشمس الصريحة لا يوجد سحاب، لأنه إذا هناك سحاب يمكن للإنسان أن ينظر، لكن إذا لم يكن هناك سحاب، لأنهم يعتقدون في مروياتهم الموضوعة أن الله سبحانه وتعالى يرى كالبدر في ليلة تمامه وكماله بدون سحاب زين إذا أنت لا تتمكن أن ترى الشمس فإن كانوا صادقين فليملأ أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب إذا هم صادقين في دعواهم بأنهم يرون الله سبحانه وتعالى والمعاد جسماني لان الانسان في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى واذا القبور بعثرت بلا قادرين في ايه اخرى بلا قادرين على ان نسوي بنانه جسم الانسان الذي يتفرق بموته ويتحلل ويرجع الى التراب هذا الجسم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يرجعه بصورته التي كان في هذه الدنيا فيحشرون على صورهم وعلى اجسامهم في يوم القيامه فعينه في هذه الدنيا تجمع وتكون عينه في القيامه هل يتمكن من ان ينظر الى الله سبحانه وتعالى وهو لا يتمكن ان ينظر الى مخلوق من مخلوقاته وهو ليس أخ اعظم المخلوقات نورا قبل فترة قرأت تقريرا حول الأجرام السماوية، وهذا التقرير كان مصورا. هناك نجوم هذه النجوم ملايين المرات أكبر من الشمس، بحيث أن الشمس يكون أمامها كنقطة صغيرة أمام ساحة كبيرة. ملايين المرات أكبر من الشمس ونورها أسطع من الشمس وضياؤها أكثر من الشمس أنت لا تتمكن من أن ترى الشمس فهل تريد أن تتمكن من أن ترى الله سبحانه وتعالى ببصرك؟ وإذا قال إني أرى الله سبحانه وتعالى بقلبي فقد ذكرنا في الجلسة الماضية أن رؤية الله بالقلب هي المعرفة وليست هي الرؤية بمعناها الحقيقي ولذلك هذا لعب بالالفاظ ان تقول ارى الله سبحانه وتعالى بقلبي وليس المعنى المعرفه، الرؤيه القلبيه هي المعرفه، والمعرفه بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى ممكنه حسب اختلاف علم وعقل واستعداد الاشخاص، فبعضهم اعرف من بعض بالله سبحانه وتعالى. فاذا هذا من الادله الاحتجاجيه الالزاميه للخصم. بعد ذلك هناك جمله من الاحاديث يجمعها الكليني رضوان الله تعالى عليه حول تفسير آية "لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير" وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الأئمة عليهم الصلاة والسلام شرحوا هذه الآية وفسروها تفسيرا كاملا لا تدركه الأبصار. ما هو معنى هذه الآية الكريمة؟ تفسيرها وتأويلها. لان كل ايه لها ظهر يفهمه كل ناطق باللغه العربيه مجيد للغه العربيه لكن فهم المقصود بالمتشابهات يتوقف على ضمها الى المحكمات وهناك باطن للقران الكريم وهذا الباطن عميق جدا لان القران الكريم هو كتاب الله التشريعي وكتاب الله التشريعي ككتابه التكويني الكتاب التكويني يعني السماوات والارضين وما بينهما هذه مليئه بالقوانين انت ترى ظاهرا وتعلم بالظاهر ولكن ما وراء هذا الظاهر عميق جدا يعني نحن نرى سقوط الاجسام من فوق الى الاسفل وهذا الامر واضح للجميع حتى الاطفال الصغار يعلمون بان الشيء اذا سقط من فوق فانما يسقط الى الارض ولا يرتفع الى السماء مثلا ولا يذهب يمنه ويسره ولكن هناك قانون هذا القانون يسمى قانون الجاذبيه في الفيزياء وهو قانون عميق جدا لسنوات طوال البشر لم يكتشفوا هذا القانون، إلى أن جاء نيوتن واكتشف هذا القانون ثم بعد ذلك كمله علماء فيزياء آخرون. أنت ترى البحر، ظاهر البحر تراه وتفهم هذا الظاهر، أي إنسان عندما يرى ظاهر البحر يفهم هذا الظاهر ويعلم معناه، ولكن في هذا البحر العجائب وفي الدعاء يا من في البحر عجائبه، انت ترى صحراء قاحله ولكن تحت هذه الصحراء القاحله المعادن الكثيره، الامور الكثيره، النفط الكثير وما الى ذلك. الله سبحانه وتعالى كتابه التكويني وهو السماوات والارضين وما بينهما، هذه لها ظاهر ولها باطن. كتاب الله التشريعي وهو القرآن الكريم كذلك له ظاهر وله باطن، وكما ان الكتاب التكويني وهو السماوات والأراضين وما بينهما، لولا ان الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوانين خاصة لما امكن للإنسان أن يعيش على وجه الأرض. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لولا تلك القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الارض لما كنا نعيش نتمكن من العيش في الارض ولما كان هناك انسان. فالله سبحانه وتعالى جعل الارض ذلولا لذا امكن العيش فيها. كذلك القران الكريم هذا كتاب الله التشريعي، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للفهم لما أمكن لأحد أن يفهمه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ما كان للبشر أن يفهم ظاهره لولا أن الله سبحانه وتعالى يسره. هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى هو سبب ان يفهم الانسان المجيد للغه العربيه ظاهر القرآن الكريم، ولولا هذا التيسير لما امكن. بعد ذلك صحيح الظاهر قابل للفهم بتيسير من الله سبحانه وتعالى، ولكن له باطنا عميقا جدا. وهذا الباطن يحتوي جميع حقائق الكون ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قد يقال ان هذا الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ او لوح المحو والاثبات او الامام او النبي عليهما والهما الصلاه والسلام. ولكن ايضا الامام المبين هو القران الكريم. تلك مصاديق وهذا مصداق آخر لهذه الآية الكريمة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وآية أخرى في إمام مبين تلك آية أخرى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هو القرآن الكريم أو القرآن الكريم أحد المصادق مضافا إلى مصداق اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات فإذا كل شيء موجود في القرآن لكن ادوات المعرفه غير متوفره لعامة الناس وانما الله سبحانه وتعالى خص معرفة باطن القرآن بالرسول صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول بالأئمه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهم يعرفون الباطن ولذلك لا يجوز لأي أحد أن يفسر بالباطن إلا إذا أخذه من الرسول صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام إذن نأتي إلى هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ظاهر الآية وهو حجة لأن الظاهر حجة والباطن أيضا حجة ظاهر الآية هو أن الأبصار العيون لا يمكن رؤيه الله سبحانه وتعالى بالعين وللايه باطن وهو ان يراد بالابصار في باطن القران البصيره بمعنى ان الانسان لا يمكنه معرفه كنه حقيقه ذات الله سبحانه وتعالى حقيقة ذات الله وكنه ذات الله سبحانه وتعالى هي مجهولة لنا، نحن نعلم بوجود الله، ونعلم بصفات الكمال، وأن الله سبحانه وتعالى حي، قادر، عالم، وما إلى ذلك من صفات الذات، وكذلك صفات الفعل، ونعلم بصفات الجلال، بمعنى أن الله منزه عن النقائص، عن الظلم. عن التركب وما إلى ذلك لكن ما هي حقيقة الله سبحانه وتعالى هذه مجهولة لدينا وقد ذكرنا في مضى نحن حقيقة الأشياء التي حولنا لا نعلمها حقيقة الوجود ما هي لا نعلمها حقيقة الكهرباء شنو هي لا نعلمها حقائق الأشياء الممكنة التي تحيط بنا لا نعلمها وانما نعلمها عبر الاثار والخواص فكيف بحقيقه الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء فاذا لا تدركه الابصار ظاهرها وهو حجه ان الانسان لا يمكنه ان يرى الله بعينه وباطن الايه ان الانسان لا يمكنه ان يدرك حقيقه الله سبحانه وتعالى بقلبه ببصيرته لا يمكنه ان يصل الى كن حقيقه ذات الله، والله غير محدود والمحدود لا يمكنه ان يحيط بالمحدود، الله ليس كمثله شيء، نحن قد نحيط بمعرفه الشيء عبر تشبيهه بشيء احسسنا به وبشيء رايناه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن ان ندرك حقيقه ذات الله سبحانه وتعالى ولذا في تاويل هذه الايه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لا تدركه الابصار قال احاطه الوهم وهمك الوهم من قوى الانسان الباطنيه لان الانسان له قوى باطنيه متعدده كيف ان الانسان له حواس ظاهريه مختلفه خمسه حواس للانسان قوى الادراك الباطنيه ايضا متعدده واوسع تلك القوى الباطنيه من حيث المدى الوهم انت تتوهم الاشياء الكثيره قد لا يكون لها وجود لكن وهمك له سعه كبيره جدا هل يمكن لوهم, لوهم الانسان أن يحيط بالله سبحانه وتعالى كلا، وهذا تأويل الآية قال إحاطة الوهم زين هناك بحث آخر وهذا البحث هو أنه صحيح القرآن له ظاهر وله باطن، وهذا الباطن لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله وهم الرسول وآل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام صحيح ان هناك الباطن لا يعرفه احد ولكن يستفاد من جمله من الادله ان هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، قد لا نشعر نحن او لا نفهم ذلك الارتباط الا عبر بيان الائمه عليهم الصلاه والسلام ومن قبلهم جدهم رسول الله صلى الله عليه واله، هناك ارتباط بين الظاهر والباطن. زين لا تدركه الابصار الظاهر العين الباطن البصيره هل يمكن ان يكون هذا مرادا واي ارتباط بين الابصار وبين الاوهام؟ الامام يقول الاوهام قوى الادراك الباطنيه المعرفه وما الى ذلك يطلق عليها بصيره الماده واحده بصر وبصيره وهذا نقطة الارتباط بين الظاهر وبين الباطن، لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: ألا ترى إلى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، ليس يعني بصر العيون بصائر مربوط بالقلب، معرفة فمن أبصر فلنفسه ليس يعني من البصر بعينه ومن عمي فعليها ليس يعني عمل العيون انما عنا احاطه الوهم كما يقال فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب بعد ان بين الامام ان الباطن في هذه الايه لا تدركه الابصار يعني لا تدركه الاوهام بين ان الظاهر ايضا مراد واحد لا يتوهم ان الظاهر غير مراد من هذه الايه لذلك بعد ذلك اتم الامام عليه الصلاه والسلام كلامه بقوله الله اعظم من ان يرى بالعين الله اجل من ان يرى بالعين وفي الوقت نفسه الله اجل من ان تحيط به اوهام المخلوقات وللحديث الصلاه ان شاء الله سنتطرق اليه في البحوث القادمه ان شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين <applause>